صحة وأسعد حال. النهاردة برد على بعض أسئلة المتابعين، واخترت لكم 3 أسئلة جات لي على الموقع. السؤال الأولاني بيتكلم عن القصف المرتجع المتعمد، والسؤال الثاني بيتكلم عن هو علاج السيلان. السؤال الأولاني بيتكلم عن القصف المرتجع المتعمد، والسؤال الثاني بيتكلم عن علاج السيلان، والسؤال الثالث بيتكلم عن العدوى بفيروس الكبد الوبائي بي. خلينا نجاوب على الأسئلة كده زي ما موجودة عندي على التشات اللي انتوا شايفينه قصادكم. ده عبارة عن التشات على الموقع بتاعنا بتاع أرافيل. ادي أول سؤال اهو، أخونا اللي بيسأل أول سؤال بيقول إيه؟ بيقول هو العلاج من حالة القصف المرتجع المتعمد إيه؟ في حالة منع المني، أي في حالة منع المني من الخروج. هو بيشرح بيقول إن هو في قصف مرتجع متعمد يعني بعدم خروج الإيه المني. فبيقول والشخص الذي يمنع عمدا من خروج المني، الشخص الذي يمنع عمدا من خروج المني ماذا يجب عليه أن يفعل؟ يعني طبعا السؤال زي ما انتم شايفينه كده شوية غريب، يعني واحد بيمنع المني متعمد، فبيسأل بيقول ايه الحل يعني عشان ما يحصلش عنده عدم انجاب. بيتهيألي الحل معروف، انه ما يمنعش المني انه يخرج، ما يتبعش هذا الاسلوب، لان قلنا ان ده غلط وليه اضرار. فيعني الحل منتهى البساطة يتوقف عن هذا الموضوع. وبيعمله ليه اساسا؟ يعني لو بهدف عدم الانجاب، يعني الطريقة لمنع الحمل ده بيبقى بيمنع مؤقتا، وبعدين بعد ما يخرج من الزوجة بيقذف خارج الجسم. مش فاهم انا السؤال بتاعه مقصود بايه، يعني سؤال الى حد ما غريب شوية. السؤال الثاني، واحد بيقول انا عندي السيلان، ايوه انا عندي مرض السيلان، خلينا شو ايوه عندي اصبت بمرض السيلان والدكتور كتب لي هذا العلاج، اظن العلاج ده زي ما موجود في الصورة سيفترياكزون 1 جرام، وصرف لشريكتي هذا العلاج 500 ملي جرام. طيب فهو بيقول ايه بقى؟ هو العلاج اللي مكتوب عندك ده سليم، بس انا رأيي انه لازم يشترك مع ده علاج للسيلان الذي تسببه جرثومة الجونوري نيسيريا جونوري. لكن السيلان عادة بيبقى سببه نوعين من الجرثومات، بيبقى سببه نوعين من الجراثيم. النوع الاولاني اللي هو النيسيريا اللي انا ذكرتها، والنوع الثاني كلاميديا. وعشان الواحد يدي علاج مؤثر على الاثنين لازم يستخدم علاج فعال للاثنين. واحنا عاده بودي توصيات ال WHO والسي دي سي وغيرها من الهيئات العالميه الكبيره، انك انت تستخدم السيفترياكزون انجكشن مع حاجه من اثنين، يا اما دوكسيسايكلين يا اما ازيثروميسين تابلتس. دي التوصية، ده العلاج الصح. طبعا بالنسبة للعلاج لشريكة حياتك زوجتك يعني يمشي الكلام اللي مكتوب ده، لكن بالنسبة لك يكون الأفضل انك تاخد العلاجين. السؤال الثالث اللي هو أخونا من بيقول انه ايه بالنسبة لفيروس بي، عملت علاقة مع واحدة عندها فيروس بي إيجابي، وانا عملت تحليل الهيباتيتس بي اس انتيجين كان ايه كان سلبي بعد 65 يوم، فبيسأل هل أحتاج إعادة التحليل ولا كافي؟ طبعا التحليل كافي. عملت تحليل بعد 65 يوم من احتمال التعرض للعدوى أو من ممارسة خاطئة خطرة طبعا، وعملته بعد 65 يوم وطلع سلبي، فده وده كافي جدا جدا ومش محتاج أي إعادة. وبكده أكون أنا خلصت ال3 أسئلة اللي نويت أجاوب عليهم، وأتمنى للجميع الصحة والعافية، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.